السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تغطية اليوم بعنوان جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كانت المدينة المنورة تسمى قبل الإسلام بيثرب، كما ورد في قوله تعالى على لسان بعض المنافقين: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. كان يسكن بالمدينة المنورة قبيلتان مشهورتان سموا بعد ذلك بالأنصار، وهما الأوس والخزرج، إضافة إلى عدد من قبائل اليهود. هم عرف أهل يثرب الإسلام عبر بيعتي العقبة، ففي بيعة العقبة الأولى أسلم 6 من أهل يثرب، وكان ذلك في عام 11. العقبة الأولى كانت في السنة 11 من النبوة، أما بيعة العقبة الثانية فكانت في السنة 13 من النبوة، وحضر فيها مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. طلب منهم أن يختاروا 12 زعيما ليكونوا نقباء على أقوامهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يوم الاثنين في 8 من ربيع الأول في العام 14 من البعثة. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أصبحوا يغدون كل يوم إلى حرة الوبرة، لعلها صورة أكبر. هنا يقع حي الدويمة حاليا، وهنا في الحي الملاصق له يسمى حي البحر، وهنا شارع قربان. عن ذلك المكان هناك كان يسمى بحرة الوبرة، وكان يسكن به بنو بياضة وبنو دينار، وهو المكان. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عدة أيام في منزل الصحابي الجليل كثوم بن هدم، وهذا هو منزله. المكان فهو منزل الصحابي الجليل سعد بن خيثمة، وقد اختلف أيضا هل بات النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم لا. طبعا في الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني عمرو بن عوف، وهم سكان مسجد قباء، بنى لهم هذا المسجد. طبعا في هذا المكان تقريبا في السطر السابع هنا وضعت أول لبنة لمسجد قباء، وهذه هو تحديدها. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى قلب يثرب، فأدركته صلاة الجمعة في قبيلة بني سالم بن عوف. هنا في هذا المكان كانت تسكن قبيلة بني سالم بن عوف، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في الإسلام. كل القبائل التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى قلب يثرب كانوا يدعونه لبناء مسجده فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي، واعذرونا على التقصير.